يواصل أبناء الأهلي في تنس الطاولة هيمنتهم على الألقاب محلية وتحقيق النتائج الرائعة قاريا وعربية، وذلك بفضل ما تضمه القلعة الحمراء من لاعبين مميزين نجحوا في حجز مقاعدهم على منصات التتويج بسبب أدائهم الرائع ومستوياتهم القوية، مع توفير كافة عوامل النجاح من إدارة النادي. وكانت آخر إنجازات الأهلي في قطاع تنس الطاولة بعد تتويج محمد شومان لاعب المارد الأحمر ببطولة الجمهورية فردي رجال، إثر الفوز على زميله في النادي محمد البيلي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية، كما حصل شادي مجدي على المركز الثالث. بدأ شومان مسيرته مع الأهلي منذ 23 عاما، حيث دخل أبواب النادي عند سن 5 سنوات ليبدأ نجمه في اللمعان مبكرة، حيث توج بعدة بطولات على المستوى الإفريقي والعربي بجانب الحصول على المركز الثالث في بطولة العرب. ونجح شومان في التتويج مع الأهلي ببطولة الأندية العربية مرتين ولقب الدوري 12 مرة بجانب الحصول على المركز الثالث في بطولة إفريقيا فردي رجال وأول فرق مع المنتخب الوطني. أما البيلي فقد بدأ ممارسة رياضة تنس الطاولة في عمر 9 سنوات باستاد المنصورة قبل أن ينتقل إلى كهرباء طلخة ومنه إلى الأهلي وهو في عمر 15 سنة، ليحقق مع المارد الأحمر 12 بطولة دوري ولقبي في كأس مصر ومثلهما في بطولة الأندية الإفريقية وعشر بطولات أندية عربية. ومثل البيلي المنتخب المصري من سن 18 عاما، حيث حقق بقميص الفراعنة دورة ألعاب عربية ودورتي ألعاب إفريقية وثلاث بطولات إفريقية ولقبي بطولة عربية فرق وفردي، كما حصل البيلي على المركز الثالث في كأس العالم للقارات فرق والمركز الثاني تحت 21 عام في بطولة الكويت المفتوحة. واحترف في وقت سابق بناديي أضنا وفنربخشة التركيين، بينما احترف شومان في الدوري التشيكي مع فريق ليبريك. بطلا الجمهورية تنافسا من أيام قليلة على طاولة التنس في بطولة الجمهورية، واليوم على طاولة حصاد الأبطال. من يومين كانوا قاعدين قدام بعض او بيلعبوا بعض في نهائي جمهوريه، والنهارده قاعدين معانا في حصاد الابطال قدام بعض. لازم ارحب بيهم، منوريني ومشرفيني ومنورين قناه الاهلي، كابتن محمد شومان الف مبروك على البطوله ومنورنا. الله يبارك في حضرتك ومتشكر جدا لحضرتك. والمنافس الاخر ونجمنا الكبير نجم النادي الاهلي كابتن محمد البيلي، منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك يا كابتن خالد، وانا مبسوط ان انا مع حضرتك وفي بيت النادي الاهلي، وشكرا على المقدمه الجميله دي. بكلمك بصراحه، يعني هنبدا معاك انت الكبير بقى سنا. من يومين تنافس، النهارده عادي جدا، شايفكوا هزار وضحك وانطباع جميل جدا داخل الالعاب الفرديه داخل النادي الاهلي، تقول ايه؟ طبعا الحمد لله احنا كلنا في النادي الاهلي اخوات واصحاب، كل واحد طبعا بيبقى بينافس عايز ياخد اكيد بطوله الجمهوريه الفردي، بس احنا في الاول وفي الاخر اهم حاجه عندنا ان احنا نكسب اللعيبه الثانيه اللي في الفرق الثانيه المنافسه، وكده كده بتبقى البطوله يعني محسومه في النادي الاهلي سواء اول ثاني او ثالث، ده بيبقى ده الاهم اللي عندنا. يعني الاهم اللي عندنا ان البطوله تكون داخل النادي الاهلي، وده شيء مهم، لكن برضه هسال نفس السؤال، تتنافسوا ازاي مع بعض الروح اللي موجوده، وبعد الماتش نسلم على بعض واحنا لعيبه نادي اهلي تقول مبروك وهارد لك ازاي؟ هو يعني مبدئيا اول حاجه التنس طاوله احلى حاجه فيها ان هي لعبه فرديه ولعبه جماعيه كمان في نفس الوقت، كويس، فده ممكن يكون مولد ما بيننا ان احنا كلنا يعني الروح واحده بنلعب باسم النادي الاهلي. انا البيلي خالد عاصه سيد لاشين شادي مجدي عمر بدير اي حد من الفرقه كلها، كلنا بنلعب باسم واحد. فحتى بعد ما خالد عاصر كان بيكلمني يطمن عليا في البطوله، البيلي لعبت معاه في المجموعه اصلا قبل الفاينل، ما كانش فيه يعني بعد ما خلصت قال لي شد حيلك واكسب، وانا برضو نفس الكلام، يعني احنا نفسنا اهم حاجه ان احنا الاثنين يعني اي اثنين يوصلوا فاينل الاهلي،
يعني احنا اعتقد بناخد المراكز الاولانيه في النادي الاهلي. الحمد لله يعني الحمد لله بقالنا فتره طويله جدا بناخد يعني لازم واحد من الاهلي هو اللي واخد اول بطوله. يعني الحمد لله يعني المره دي انا، المره فاتت كان البيلي، المره اللي قبلها كان شادي مجدي، المره اللي قبلها كنت انا برضو. ما شاء الله. فدايما بناخد احنا الحمد لله دايما اول المراكز على طول. احلى شعور في لما تقعد قدام اتنين نجوم كبار وهم بيتنافسوا داخل الملعب وفي الاخر بيكون الموضوع عندهم عادي، ده داخل عشان هم داخل جدران النادي الاهلي، واعتقد هي دي تربيه لعيبه النادي الاهلي. احتراف في مسيرتكم انتوا الاثنين، لكن انت محترف داخل الدوري الاسباني، ازاي بنوفق بين الاثنين بين الدوري المصري والدوري الاسباني؟ والله الحمد لله يعني الاتحاد عندنا المصري ومع النادي الاهلي هم بيظبطوا الحته دي، بينسقوا، بيحاولوا يعملوا مواعيد ماتشات الدوري خارج مواعيد الدوري الاسباني مثلا والدوري التشيكي وباقي اللعيبه المحترفه، فبيقدروا ينسقوا ده عشان احنا برضو بنفيد منتخب مصر وبنفيد برضو النادي الاهلي، فبنحاول ان احنا نلعب هنا ونلعب هناك، وده يعني بيبقى مصلحه واحده ومصلحه مشتركه اللي ده بيعم يعني على المنتخب المصري والنادي الاهلي. المنتخب المصري بيعم عليه في افريقيا ما شاء الله. نمسك الخشب عشان بس محدش يقول لك لا، البطولات كلها مصريه خالصه 100%، لعيبه النادي الاهلي متواجدين داخل بطوله افريقيا ما عدا اعتقد الدبل الرجال، دوري الرجال، دوري دبل الرجال هو اللي خسرنا. مظبوط كده بالظبط. وصلنا ازاي للهيمنه على البطولات الافريقيه منتخبات؟ والله يعني اول حاجه هو احنا ونيجيريا دايما طول الوقت فاينل، ودايما الموضوع يعني 50-50، محدش يقدر ابدا يقول مين الاكيد، الاهلي المصري هيكسب او نيجيريا هتكسب. بس يعني البيلي برضو يقدر يتكلم اكتر مني في الموضوع ده لان البيلي في منتخب قبل مني بكتير جدا. تمام. المره دي انا هتكلم ممكن على الكاميرا دي اللي انا كنت موجود فيها، الحمد لله كنا احنا فعلا 6 لعيبه فعلا هنموت وناخد البطوله دي. فالحمد لله ده ترجم في الماتش، حتى يعني ارونا اللي هو الرقم 1 بتاع نيجيريا جاب الماتشين، ودي حاجه يعني مش كان المفروض ما تحصلش، جاب الماتشين، فبرضه كنا احنا مع البيلي جاب هو اللي كسب الماتش الثالث، ده كان سهل الموضوع علينا. احمد صالح كابتن فريق منتخب مصر وبرضه كابتن فريق نادي الزمالك هو برضه اللي خلص الماتش الخامس، كلنا كنا واقفين معاه جدا، هو كان ممكن يكون قلقان شويه، احنا وقفنا معاه كلنا. فالحمد لله هي الروح هي اللي بتفرق دايما في الحاجات اللي هي الزنقه دي، هي الزنقه دي دايما. لكن ليه خسرنا الدبل؟ اشمعنى الدبل خسرناه مع ان ما شاء الله رجال سيدات مهيمنين على كل حاجه؟ هو وارد اللي انت تخسر ايفنت في بطوله افريقيا زي دي، بطوله كبيره، منتخب نيجيريا منافس قوي جدا عنيد، فاللي انت تاخد ميداليات كلها وتخسر الميداليه دي، بس ده اصلا ما حصلش من سنين. يعني احنا الحمد لله كل مره واحنا بنروح مع نيجيريا بناخد 3 ذهب 4، هم بياخدوا العكس، فاللي احنا ناخد 6 ميداليات او 5 ميداليات ونخسر بس ميداليه واحده، ده بالنسبه لنا انجاز يعني. انجاز مهم طبعًا جدا. طبعا. برغم انك رقم 1 في الجمهوريه النهارده او كسبت بطوله الجمهوريه، في الترتيب العام كابتن شادي مجدي لازم اقول قام طالع على السوشيال ميديا وقال انا رقم 1 ومبسوط وسعيد. الترتيب ده بيحصل ازاي؟ هو كل موسم بيتلعب بطولتين او 3 من الاتحاد المصري بينظمها، وبعد كده بيجمعوا البطولات دي، كل هم محددين المركز الاول 28 بونت وبيقللوا بونتين كل ما تقل مركز. بيجمعوا البنات دي في اخر الموسم. هو بعد كل بطوله بيتم التصنيف كويس، وبعد كده لما بنيجي نبتدي الموسم الجديد بيشوفوا البنات بتاعه الموسم اللي فات ده ويقسموها على 2، وتبتدي البنات تبتدي بالبنات دي. فدي كانت اول بطوله في الموسم، فانا يعني كنت رقم 5 كويس. كنت بادئ الموسم رقم 5، دلوقتي تقريبا انا بقيت رقم 2، شادي مجدي كان رقم 1، فضل برضو 1 لان هو البيلي كان بادئ 6-7 بقى دلوقتي 3 كويس. وكل ده هيتغير البطوله اللي جايه، مجرد ما البطوله الجايه تتلعب التصنيف ده برضو بيتغير تاني، وبعد ما الموسم يخلص التصنيف كل بطوله بيتغير. هو شادي بس كان لازم يطلع حته السوشيال ميديا بيهزر معاك اكيد. لا لا لكن قول لي 18 سنه تنس طاوله، بدات من 5 سنين مظبوط كده؟ وانت عندك 5 سنين ليه مشيت لملعب تنس طاوله؟ اشمعنى ده؟ انا بابايا اصلا كابتن عادل شومان. أيوة. مدرب في النادي الاهلي من 40 سنه اكتر من 40 سنه، فهو بقى خدنا انا واختي كمان، ابتدينا انا ابتديت وانا عندي في النادي الاهلي عندي 5 سنين، واختي برضه نفس الكلام اعتقد 5 سنين برضه. فهو ده الطريق بقى يعني عيله شومان في النادي الاهلي. دوره مؤثر معاك وبتساله وبتجاوب معاك، ولا مدربينك هم الاساس بتاعك؟ يعني هو اكيد طبعا
الاساس بالنسبه لي وهكون اكتر واحد واثق فيه هو بابايا يعني. مظبوط. لكن طبعا المدربين برضو ليهم دور مهم جدا. بس بابايا في البطوله بتاعه الجمهوريه دي انا كنت من يوم 10/9 انا من بقالي شهرين تقريبا طالع من بطوله العرب على بطوله العرب مع المنتخب لبطوله الانديه العربيه لبطوله افريقيا بعد كده رحت الدوري بتاعي من يوم 10/9 تقريبا لحد يوم 23/9 انا لاعب 33 ماتش. فهو بقى كنت بكلمه كل شويه ايه اللي عامله اريح ازاي. طبعا كان مديني خطط اللي انا اريح امتى ابتدي اتمرن امتى تاني اشد تاني امتى اريح انت. فهو طبعا كان هو متابعني يعني باللحظه يعني باللحظه من النادي المنصوره صح كده صح لكهرباء طلخه للنادي الاهلي و17 سنه داخل جدران النادي الاهلي المشوار برضو. هسالك نفس السؤال ليه وانت في استاد المنصوره اكيد الموضوع مختلف كره طبعاً. قدم كره طبعاً. قدم كره بتعرف تلعب كره انا اصلا ابتديت كوره ابتديت كوره اي كوره كويس يعني طب ماشي خلاص دخلنا في تنس طاوله تنس طاوله والدتي برضو نفس الكلام والدي طبعا اخواتي هم حبوا ان انا كنت على طول بلعب كوره بس على طول كنت ارجع متعور فحبوا ان انا العب لعبه تانية فعلا دي حقيقه عارف بضحك ليه اصل انا وانا صغير برضو كنت برجع متعور على طول في ايدك وفي رجلك لازم لازم فلازم يعني فاحنا زمان بيبقى كان الاول الترابيزات كانت منتشره في الشوارع اكتر تنس الطاوله كانت منتشره اكتر فوالدتي ووالدي واخواتي حبوا ان انا العب اللعبه دي بعد كده هم ودوني استاد المنصوره بعد كده رحت نادي كهرباء طلخه بعد كده بقى الخطوه بقى الاهم في حياتي النادي الاهلي. انتقلت النادي الاهلي ازاي؟ انتقلت وانا في سن 15 سنه كان نادي كهرباء طلخه في الوقت ده كان لغى النشاط بالصدفه فكان كابتن امجد سليمان يعني ليه فضل عليا كبير جدا هو اللي خلانا انتقل للنادي الاهلي ودي بقى الخطوه الاكبر في حياتي دي اللي خلتني بقى نقلتني نقله مهمه جدا وكبيره وطبعا لولا النادي الاهلي ما كنتش زمان اكيد لعبت في منتخب مصر وما كنتش زمان قاعد قدام حضرتك دلوقتي. اكيد نجومنا الكبار بينورونا وبيرفعوا اسم النادي الاهلي ومصر عالي. خلينا نخرج لفاصل عشان نكمل الاحداث معاهم لان في اسئله كتير عندنا عايزين نسالها لهم. صراحة شديدة كابتن عمر عصر ودانا في حتة تانية في الأولمبياد لما خد خامس الأولمبياد ودى التنس طاولة كلها في خطوة وتخش السيمي فاينل وتخش المربع اللي كلنا بنحلم بيه. أكيد اللاعبين أو كباتن معانا عندهم طموح عايزين يوصلوا وقالوا لي إن عمر عصر حطنا في حتة تانية صح يا كابتن بيلي؟ صح فعلا أنا كنت بكلم حضرتك حتى في الفاصل يعني عمر زود الطموح عندنا بقى كل واحد عنده طموح مشروع ان شاء الله في باريس نقدر كلنا اللي يبقى موجود لنا نصيب بيقدر يعمل حاجه القرعه بس تخدم تبعدنا شويه عن الصين وان شاء الله يعني وارد مش يعني مش صعب اللي احنا ممكن ان شاء الله نلعب على ميداليه. لازم اسالك سؤال يعني ايه القرعه تخدم؟ هي قرعه بالظبط تخدمك ازاي القرعه؟ اللي هي تبعدنا شويه عن الصين يعني لو رحنا لالمانيا اليابان كوريا ممكن بس الصين شويه بتبقى الامور صعبه هو بدليل اللي هو خسر من مالونج الصيني وقدر اللي هو ياخد خامس ومالونج اخد اول فهم الصين على طول بيلعبوا على الذهب والفضه العالم كله بيلعب على البرونز فنقدر اللي احنا ممكن حد يدخل اربعه ندخل اربعه وليه لا يعني ممكن نلعب على ثالث ورابع وناخد برونزيه. العالم كله بيلعب على الثالث لكن انت بره الهوا قلت لي بلعب على الاول. نوصل ازاي نتواجد على منصه تتويج بطوله اولمبيه او بطوله عالميه بصراحه شديده يا كابتن شومان؟ والله هي محتاجه يعني التاسيس من الصغر يعني صعب جدا واحد مثلا في سني او في سن البالي يتقال دلوقتي ان هو يروح يلعب ياخد ميداليه اولمبيه او ياخد بطوله عالم لازم فعلا واحد يكون لسه ما اتعلمش تنس طاوله اصلا او ابتدى يتعلم بس يعني في يعني بوادر زي هنا جوده مثلا لسه صغيره 13 سنه دي نقدر نعدها من دلوقتي ان هي تاخد ميداليه اولمبيه او تاخد بطوله عالم او الكلام ده لان التنس طاوله من الالعاب لو اتمرنت كتير جدا 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 هتزيد بس لليمت معين في السن بتاعنا لكن وتتحسن وتوصل زي مثلا كان طول عمرنا اول ما دخلنا سيد لاشين دخل جوه ال 100 كان عملنا انجاز لكن دلوقتي عمر عصر جوه يعني وصل قبل كده ال 20 على العالم احمد صالح رقم 50 على العالم دلوقتي فبنتطور بس في ليمت صعب نوصل له بالرجال طيب الليمت اللي احنا وصلنا له ادانا طموح مختلف طبعا ايه المطلوب نعمله من الصغر علشان نوصل للحته دي كلاعب انا عايز اخد رايك كلاعب بالاجيال اللي جايه عشان الناس تسمعنا وتعرف احنا عايزين ايه
هي محتاجة منتاليتي تانية خالص. يعني أول حاجة فيتنس كوتش واللايف يعني كوتش للتمرين وكوتش للأفكار والحياة عامة. احنا برضو حياتنا هنا في مصر معتمدة برضو لازم دراسة مع رياضة طبعا. بره في أوروبا أو الكلام ده لا، هو رياضة بس، وناس كتير جدا ما بتكملش دراسة أو ما بتبقى بطلة أو كده بيبطلوا، ما فيش جامعة عندهم. كويس تمام. حتى لو بطل رياضة وفي أي وقت من الأوقات بيقدر يرجع تاني يشتغل أو الكلام ده، في مصر الدنيا مش كده. فاللي هو إيه، أنت لازم يبقى في حاجة للرياضيين منفصلة بالظبط، يعني يعني زيادة عن الناس اللي بتدرس أو الكلام ده، دول واخدين كارير ده، والناس برضو اللي بتلعب رياضة ده واخدين الاحتراف 100% الكارير بتاعهم، لأن هم برضو يعني تقريبا مفيش حياة بالنسبة لهم، مفيش خروجات، مفيش طبعًا. فسح، مفيش الكلام ده خالص. حاجة. أنا بشوف مراتي كل مراتي وابني كل شهر 3-4 أيام. حياة الرياضيين صعبة جدا، لكن صدقوني بيقولوا كلام مهم جدا. نفسي المسؤولين في مصر يسمعوا كلام اللاعبين، لأن هم جوه أرض الملعب، هو تحت يعني جوه أرض المعركة. هم عايزين يعني كلام كابتن شومان معانا النهارده او كابتن بيالي بيقولوا عايزين نشوف الاجيال الثانيه اللي جايه بعدينا. اسمعوا كلامهم واعقلوه واعملوا البلان، مهمه جدا جدا جدا. لما عمر عصر ودانا الخامس اكيد عندنا طموح للي جاي بعدينا زي ما كابتن شومان قال، رايك ايه؟ طبعا عندنا طموح، بس نشتغل من دلوقتي بقى، نشتغل عليها عشان احنا فضلنا 3 سنين نشتغل، احنا نحاول نطلع لعيبه صغيره كويسه، نحاول نعمل معسكرات كتير، نحاول نلعب بطولات كتير، يبقى في اهتمام اكتر ودعم اكتر. فلازم نشتغل من دلوقتي عشان نقدر نحقق حاجه. يعني ما نحاولش بقى نشتغل من قبلها لا، لازم نستعد من قبلها ب3 سنين زي ما قلت لحضرتك. يعني لازم يبقى في معسكرات بطولات، يبقى في اهتمام. فدي ان شاء الله تقدر توصلنا لحاجه كويسه ان شاء الله في باريس. في تاريخ اي لاعب بطوله او ماتش عمره ما بينساه، ممكن يكون مكسب او خساره، خلي بالك. دي حقيقة. في تاريخ كابتن بيالي وقفت مع اي بطوله او اي ميداليه جبتها؟ يعني اعتقد ممكن تكون احسن حاجه كانت في حياتي يعني دوره الالعاب الافريقيه بتاعه 2019 اللي دي اللي تاهلنا فيها لطوكيو. ده كان حلم ليا ان انا اوصل الاولمبياد، ابقى لعيب اولمبي يعني مع منتخب مصر، امثل أول منتخب مرة. مصر اول مره. فدي كانت احسن لحظه في حياتي، هي وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كرمنا وادانا وسام الرضا من الطبقه الاولى. دول متهيألي دول احسن لحظتين في حياتي. يعني ده احسن لحظتين في حياتك؟ لحظات صعبه ولحظات بتكون مبسوط بيها؟ فين؟ انا بقالي 23 سنه بلعب في النادي الاهلي، فطبعا كنت نفسي اشارك في ماتش فاينل في الدوري مع الرجال. حتى بابا كان اكتر حاجه نفسه، بابايا ومامتي كان اكتر حاجه نفسهم يشوفوها ان انا بلعب فاينل اهلي وزمالك او كده، ودي كانت برضو حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. بس كنت مش بشارك بسبب ان اللعيبه في الاهلي اقويه جدا، يعني احنا 8 لعيبه 8 اقويه، فصعب جدا ان انت تاخد مكان حد للاسف يعني. فانا قررت بس اخدت، انا طلعت بره الاهلي سنه، رحت اعاره نادي المعادي عشان خاطر اعرف اخد الفرصه دي تلعب بس، العب بس. انا خدت تقريبا 10% من اللي انا باخده في الاهلي خدته في نادي المعادي بس عشان فعلا اخد الريسك اللي هو انا ممكن ارجع تاني العب في الاهلي. وفعلا الحمد لله رحت المعادي لعبت سنه ورجعت. اول بطوله في حياتي مع الاهلي هي بطوله الانديه العربيه، حتى مش في دوري بقى ولا كلام ده، بطوله انديه عربيه. واتحطيت خامس اللي هو اصعب ماتش في البطوله. 2-2 ساعتها؟ 2-2. الله. ودي كان والحمد لله يعني ربنا كرمني جدا، الحمد لله كسبت 3-0. ودي النطه بتاعت الترابيزه دي. لا نطه الترابيزه دي احكي عليها دي. عايز اسالك سؤال انا يا جماعه، والله لما شفته وهو بينط على الترابيزه قلت الترابيزه نزلت، يعني ما صدقتش الموضوع. ازاي جالك؟ انا عارف انت حماسي جدا وروح عاليه جدا، ازاي نطيت على الترابيزه؟ جت ازاي؟ انا ما حسيتش اصلا من نفسي. انا بعد ما سيد لاشين كسب يان ان اللي هو رقم 7 على العالم، انا تقريبا الربع ساعه او تلت ساعه دول انا مش حاسس بنفسي، انا نازل مش شايف اي حاجه خالص غير ان انا لازم اكسب، لا اما مش هبقى موجود طول حياتي تاني. والله بجد. ففعلا انا كنت نازل بحماس غير طبيعي، انا كسبان، كسبت الماتش ده 0. وفعلا انا يعني بشجع نفسي موت، اللي هو انا مش مفيش مش اخسر جيم. الجيم الاخير كنت كسبان 10-5، جابني 10 كل، وفضلنا ماشيين بونت ببونت. حتى كابتن اشرف فتاح لو الفيديو يعني لو كان موجود معانا، كابتن اشرف فتاح فضل يقول لي بونت بونت واحد بس هو كابتن عمرو رضا.
فالحمد لله يعني بعد ما كسبت انا ما حسيتش ان انا نطيت، ما حسيتش باي حاجه خالص غير لما روحت الاوتيل اساسا. ابتديت بقى يعني الناس تقول لي مبروك، ابتديت بقى احس ان انا عملت حاجات غريبه، نطيت وعملت كده. عمل حاجات غريبه صح؟ اه ما هو دي قال لي ده، قال يا جماعه معلش لازم اقولها، قال لك انا لو خسرت الماتش مش هبقى موجود. يعني ازاي؟ دي حقيقه، عشان هو كان اول بطوله يلعب بصفه اساسيه، كانت ضغوطات شويه علينا كبيره جدا في البطوله دي، في ظروف يعني حصلت كده يعني ما حصلتش قبل كده، فالضغط كان عليه كبير، كان علينا يعني عامه كلنا. واعتقد دي ممكن تكون اهم بطوله احنا كسبناها في تاريخ الانديه العربيه، دي اهم بطوله يعني. انا اخذت 10، دي اهم بطوله. كان سيد لاشين كسب يان ان سبع العالم. فالبطوله عامه كان فيها مفاجآت كتير واحداث كتير وضغوطات كبيره، واحنا على طول مطلوبين نادي الاهلي اللي احنا لازم رقم واحد، نبص على طول على رقم واحد. لازم استغل وجودك معايا النهارده، وعايزك تدي نصيحة للولادنا الصغيرين وبناتنا يعملوا ايه عشان يوصلوا نجوم زيكم كده كبار. والله النادي الاهلي يعني انت اصلا بتيجي في سن صغير على طول، اللي هو حطك زرع فيك اللي انت لازم تبقى رقم واحد، لازم يشتغلوا على دي هم صغيرين، اللي هم يعني يبصوا اي بطولة جمهورية، اي بطولة لازم داخلين اللي هم ياخدوها، لازم يتعلموا شويه من اللعيبه الكبار، يبصوا عليهم، تفرجوا عليهم طبعا. كان على طول يعني مدربي وانا صغير كان يقول لي الفرجه برده مهمه جدا زي اللعب. لازم تمرن كتير جدا وانت في سن صغير، احنا كنا واحنا صغيرين بنتمرن 3 فترات على طول. النادي كان بيساعدنا والمنتخب اللي احنا نسافر الصين، الحاجات دي كلها مهمه جدا، اشتغلوا عليها واتعلموا عليها من بدري، وهم ان شاء الله هيوصلوا يعني هم كبار. وكمان اولياء الامور يا ريت يتعبوا معانا كمان شويه عشان يوصلوا. طب ده السمات داخل المعسكرات بيحصل فيه كلام، يعني انا شايف من وجهه نظري كابتن شادي مجدي مهتم بالسوشيال ميديا صح؟ مش مهتم بالسوشيال ميديا زي كابتن شادي؟ انا من الناس اللي بخاف يعني، بخاف شويه لان انا حظي وحش. انا كل ما بقى مثلا اكسب بطوله ولا كده يعني، انا في تشيك مثلا كنت كسبان اول 28 ماتش، نزلت على الفيسبوك انا كسبت 28 ماتش، خسرت اول اخر 4 ماتشات. ما تنزلش اي حاجه. فانا يعني ما بحبش انزل حاجات كتير. ما تنزلش، لكن شادي مهتم بالموضوع. شادي طبعا لعيب كبير جدا، وكمان هو كان داخل البطوله دي رقم واحد، وكان نفسه يخلصها كمان يعني، ياخد برده اول حقه. ماتش انا وهو كان صعب جدا في السيمي فاينال. انتوا كنتوا قاعدين مع بعض في اوضه واحده؟ اه. يعني تقعدوا مع بعض في اوضه واحده وتنزلوا؟ احنا كنا يعني بالليل بنتفق مع بعض، كل واحد يلبس، لا كل واحد يلبس تيشرت ايه عشان يعني كل واحد يلبس تيشرت ايه، ويعني وهو راح سخن، انا كنت مش قادر اسخن خالص. انا وبيلي رحنا الماتش كان الساعه 11، هو راح من الساعه 9 بيسخن، انا وبيلي رحنا 10 وربع، يعني مش قادرين خلاص. قول لي، قلت لي، قال لي حاجه مهمه قبل الهوا كابتن شوبان، قال لي واحنا بنلعب بطوله افريقيا اللي كسبها كابتن عمر عصر صح كده، ارونا لعيب نيجيريا يعني خدنا صف، وبعد كده عمر عصر. احكي لنا الموضوع ده يا شوبان. هو البطوله طبعا بتبقى ليها تصنيف. انا كنت اول مره بقالي فتره طويله العب بطوله افريقيا، فكان تصنيفي بره خالص، كنت رقم 27. فالحمد لله ربنا كرمني دخلت الثمانيه. كان حظ البيلي وحش جدا، لان هو الوحيد اللي ينفع يكسب البيلي جوه الثمانيه هو ارونا الوحيد. فالبيلي جاله ارونا، وبيلي كان اصلا كان كسبان يعني، كان كسبان 2-0، والجيم الثالث كان كسبان 4-1 كمان. فجاه الماتش هو ارونا لعبه صعب جدا وجامد جدا، كسبان ميزو تاني رقم واحد بتاع اليابان اللي خد ميداليه اولمبيه، خد اول اولمبيات ميكس، وكسبان تيم بور رقم واحد تقريبا في اوروبا في تاريخ تنس طاوله، هو فالنر. فجامد جدا، احساس الموضوع صعب جدا. فهو كسب البيلي على الثمانيه، وبعد كده انا كسبني على الاربعه، وبعد كده كان مع احمد صالح سيمي فاينل 4-3، ماتش كان موت. وبعد كده بقى الفاينل اللي عمر كسب بقى. الحمد لله كابتن عمر كسب سريعا جدا. طموحنا ايه في المرحله الجايه؟ وكلمه اخيره لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعكم وفرحان بيكم جدا على السوشيال ميديا بسبب عدم تواجده داخل الصالات. طموحنا ان شاء الله الفتره الجايه مع النادي الاهلي طبعا اللي احنا ناخد كل البطولات، اي بطوله بقى يعني، كاس مصر، دوري، بطوله افريقيه، بطوله عربيه، ان شاء الله نقدر نحقق طموحنا. طبعا تاني مع منتخب مصر اللي احنا ان شاء الله عندنا بطوله عالم في امريكا في شهر 11، نقدر ان شاء الله نعمل حاجه كويسه. والطموح الاكبر والاهم اللي احنا بقى نشتغل عليه من دلوقتي، اللي احنا نحاول نجيب ميداليه لتنس طاوله باريس اول مره. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي طبعا ده على طول دعم لينا وفي ظهرنا ومساندنا على طول، طول الوقت على طول بيسال علينا، على طول متابع كل الاخبار، فانا بشكرهم جدا جدا على كل المتابعه يعني والتشجيع المستمر اللي فات. كابتن شومان كلمه سريعه بيخلص خلاص، تقول كابتن شومان يتكلم، اتفضل.
أنا طبعا بشكر جماهير نادي الأهلي طبعا، فعلا مش بيفوتوا لنا مناسبة غير لما بيكونوا منزلين في كل حتة وبيتابعونا يعني بيحاولوا، وفي البطولات بيحاولوا ينشدونا دايما ويشدوا حيلكم والكلام ده، فطبعا بشكرهم جدا، وربنا يكرم برضه في البطولات اللي جايه كلها ناخدها باذن الله ان شاء الله. باذن الله. نورتوني وشرفتوني كابتن بيلي وكابتن شومان بجد، وسعيد جدا ان انتم معايا النهارده. لسه دولاب بطولات التنس طاوله في النادي الاهلي مفتوح، لان التاريخ هيكتب اكتر من كده، لان عندنا كباتن كبار يقدروا يكتبوا ويسطروا تاريخ كبير في النادي الاهلي باذن الله. بشكركم في حلقه جميله، استمتعت مع كل ضيوف الكبار النهارده، انتظرونا يوم الجمعه الجايه باذن الله في حصاد الابطال الساعة 7 بالليل.